السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم، في تحديث جديد نزل 3.400 لأداة TFT Unlock. طبعا كان في تحديث قبل أسبوع والآن تحديث آخر، وكانت الناس بتواجه مشاكل في خلال عملية التنزيل بالأخطاء. فبدنا نعمل هذا التحديث، نشرح طريقة تثبيت الأداة وحل مشكلات لا يوجد انترنت وحل جميع المشاكل المتعلقة بتشغيل الأداة. الأداة مجانية بالكامل من مالك الأداة. الأداة فعالة وبتدعم عدد أجهزة ممتاز للمبتدئين بالسوفتوير. يا ريت لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. خلينا نبلش. أول شيء راح نفتح الإصدار القديم. طبعا أنا راح أترك لك رابط تثبيت جديد، يعني لتحميل الأداة للناس الجداد اللي أول مرة بده ينزلها. الناس اللي منزلينها بس تفتح الأداة رح يعطيك هيك بالشكل هذا، New Update Available، تكبس عليه أوكي، بفتح معك الشاشة بالطريقة هاي زي ما شفتوا كيف حمل الملف. هون بكبس على Yes، هون بعطيه أوكي، بفتح عندك الشاشة، بكبس على Save. هنا زي ما شفتوا اعطى خطأ، انه لما اجى يعمل اكستراكت عمل خطأ. بكبس اوكي وبكبس كلوز، لكن الاداة فتحت، يعني الخطأ طلع ولكن الاداة كملت، مش زي الاصدار اللي قبله اللي هو 3.3.0.0. زي ما شفتوا هيك اعطت لوج ان، هي الاصدار 3.4.0.0، بعمل لوج ان. طبعا هسه راح اشرح لك الناس اللي عندها نو انترنت والاخطاء اللي بدها في بي ان وبدها الشغل الثاني، بس خلينا نتاكد انه الاداة اشتغلت. زي ما انتم شايفين الاداة اشتغلت وصار عليها تعديلات بسيطة. انا شرحت التحديث في الفيديو السابق، ولكن هي الاداة بخصائصها كاملة بتدعم جميع الاجهزة، اجهزة الموبايل. الآن خليني أشرح لك طريقة حل، أو أعطيك الفيديو اللي فيه طريقة الحل، راح أترك لك إياه بالوصف، وهذا هو الفيديو راح يكون عشان ما يكون الفيديو طويل. لو فتحت القناة ورحت على الفيديوهات الرائجة، في عندك هون فيديو مكتوب عليه الحل النهائي. هذا الفيديو بيساعدك، هذا الفيديو تثبيت من بداية الويندوز لغاية جميع برامج السوفتوير المجانية. هنا هذا الفيديو جميع تعريفات الاندرويد. هنا هذا الفيديو حل مشكلة لا يوجد انترنت في 3 برامج بتنزلهم على الجهاز وبيعطيك وبيشتغل معك البرنامج 100%. راح اترك لك رابط الفيديو موجود داخل الوصف. في كثير فيديوهات تقدروا تستفيدوا منها، ان شاء الله انها تعجبكم. يا ريت لا تنسانا باللايك والاشتراك بالقناة. نراكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.